إذن نجدد ترحب بكم مشاهدي قناة شوف تي في مرة أخرى. مازلنا معكم في مدينة الفقيه بن صالح، وهذا المباشر بغينا باش تشوفوا معنا لحظة تتويج الفرسان المتأهلين لدار السلام التبوريضة فقيه بن صالح خريبكة. تحية خويا يعني كتشوفوا معنا المقدمين ديال الصربات اللي كانت مشاركة هذا الصباح هنا بمدينة الفقيه بن صالح في تبوريضة. وخليكم معنا نشوفوا لحظة الإعلان عن المتأهلين تبارك الله. يعني كتشوفوا معنا المقدمين ديال الصربات. بالنسبة للترتيب النهائي لهذه المباراة، في المرتبة الأولى المقدم بوعبادي عبد الجليل ب 80 نقطة ونصف، المركز الثاني مقدم بن خطة العربي ب 74 نقطة، المركز الثالث مقدم الليدامي الشرقي ب 68 نقطة، المركز الرابع مقدم سعيد محمد ب 65 نقطة ونصف، المركز الخامس مقدم سمير أحمد ب 65 نقطة، المركز السادس مقدم زهور محمد ب 66 نقطة، المركز السابع مقدم الليدامي رشيد ب 62 نقطة، والمركز الثامن مقدم زيان بوزكري 58 نقطة. إذا هكذا هي الأجواء في هذه اللحظات هنا بمدينة الفقيه بن صالح. لحظة تنويع استعمالاتهم خصوصا مضبط الشركة الملكية جع فرس والجامعة الملكية لرياضة فرس اليوم مباراة جهوية لكبار الموسم 2020 بمدينة الفقيه بن صالح لعبة مشاركة 8 صفار. هذه المباراة تعتبر أول حلقة مباراة. نعم كتشوفوا معنا عشاق تبوريضة والبارود اللي جاوا باش يحييوا الفرسان والأبطال. هادو المقدمين خوتي ديال الصربات اللي شاركت هذا الصباح اللي كيتلقاو التحيه وكيتبادلوا التحيه مع العشاق ديال التبوريضه. اهلا اختنا ديالك. تحيه خويا تبارك الله عليكم. كذلك جميع المصالح المساهمين في المباراه. فين الصربات خريلقه؟ فين الصربات خريلقه؟ اه حمزه نعم يعني الفرسان كيتبادلوا التحيه مع العشاق ديال التبوريضه في هذه اللحظات اللي كتشوفوا معنا لحظه الاعلان عن المتاهلين دار السلام الفقيه بن صالح اخر يبقى تادلوني ولاد. نعم تنبلوكي كي جاتك الاجواء اليوم؟ والسلام عليكم، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، لاباس عليكم؟ الله يحفظنا ويحفظكم، الله يعاوننا ويعاونكم، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخل نزلهم
واسع مدخل مغسل بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك اذا صدنا ما صار اليه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل اللهم احفظ اولادنا وازواجنا وذرياتنا وبناتنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا واهلينا واحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك قريب مجيب الدعوات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم يا ربنا احفظنا في أولادنا وأهلينا وجميع المسلمين والمسلمات والأحياء والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وإذا سألك عبادي عني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم احفظ جلالة الملك، اللهم احفظه يا الله، اللهم احفظ الأسرة العلوية، اللهم احفظ جميع الأهل دياله والأحباب كل جميع والمسلمين أجمعين والحمد لله رب العالمين. شكرا لك الوالدين والله يجازيك بخير. تحياتي أحسن طاليان ومن هنا الطاليان وتل ميلانو وكان الجالية والجالية مقيمة بالخارج وكلش المقيم بالخارج أيوة والمهاجرين كلهم أجمعين أيوة. الله يحفظهم والله يعاونهم الله يسهل عليهم والله يجيب لهم التيسير والله يجيبهم بخير وعلى خير ويا رب. واطلبوا الله أن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات جميعا كلهم المهاجرين في أي بلد في أي بلد في أي بلد من طنجة إلى البويرة يا الله. والله احفظنا واحفظ لنا الاولاد وجميع المسلمين يا رب نطلبك. الله اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اكرمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا دنيانا الذي فيها معاسنا واصلح اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا اخره وخير عملنا خواتمه وخير ايامنا يوم القاك فيه. اللهم انا نسالك عيشه هنيه الميتة سوية مغسول لا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النزاح وخير العمل وخير التواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وتقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا وأسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعلوا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدعو لنا دم إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا فرجته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل عليك رسول الله اللهم صل عليك رسول الله اللهم صل عليك رسول الله والحمد لله. ومن هنا ميلانو واسع الطاليان والله يحفظكم الله يحفظكم يحفظك خويا وجزاك الله بخير على هذا الدعاء خويا. مرحبا مرحبا
بغيتي تقول شي كلمه؟ ما نقولش دابا وخليني نسالي، خليني نسالي باش نستمع لك. الله يجازيك بخير خويا على الدعاء، صراحه دعاء تقشعر له الابدان. وهنا مشاهدي قناه شوف تي في كنطلبوا الله عز وجل الله يتقبل هذا الدعاء للجميع ان شاء الله، لان دعاء كيشمل الجميع، الامه الاسلاميه، جميع المسلمين من هنايا من مدينه الفقيه بن صالح، من وسط يعني الحلبه ديال فين كانوا الفرسان، فين كانوا الشرفه، فين كان الخيل، فين كانت مباريات اللي هي شريفه، اللي صراحه الحمد لله دازت الاجواء رائعه. ملي كمل الله كل شيء بخير وعلى خير، نعطيك من رأي واخ صفر 6. خلي لي ميساج في الواتساب صافي. مرحبا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. لاحظتوا معانا كل شيء خرج فرحان، ناشطين، فرحانين بهذه الاجواء اللي دازت بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. بالنسبه لنا حنايا كعشاق وكمتفرجين وكجمهور وكصحافه وكرجال امن وك يعني الحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير، تبارك الله عليك، الله يحفظ البنيه. دازت الامور بخير وعلى خير، حنا بالنسبه لنا كل شيء فائز. اكيد كاين قانون المسابقه وتعلن على الفائز الاول والثاني والثالث، يعني داكشي بالمرتبه الاولى والثانيه، ولكن بالنسبه لنا اللهم لك الحمد، بالنسبه لنا كل شيء ابدع، كل الفرسان ابدعوا في الحلبه، كل الفرسان يعني الدوله الدور ديالهم كما يجب، غير ديك الوقفه ديالهم ما شاء الله كيوقفوا قدامك يعني كتحس بالتبوريشه، كتقول اللهم بارك، الله يحفظهم من كل اذى ومن كل شر، الحمد لله خرجوا سالمين غانمين، هذا هو الربح. تحيه لكل عشاق تبوريده والبارود. كانت هذه هي الاجواء مباشره من مدينه الفقيه بن صالح. كان واحد الدعاء مازال معك خويا، كان واحد الدعاء يعني اللي تقشعر له الابدان مباشره من مدينه الفقيه بن صالح. مشاهدي قناه شوف تي في غادي نحاول ما امكن انني نقلب على المقدمين أو الفرسان اللي تعلن على الفوز ديالهم، الفائز الاول الثاني. نتمنى انني نتوفق، لان كنت يعني كنستمعوا للدعاء ما عرفتش فين تحركوا الفرسان، غنحاول نقلب عليهم الا لقيتهم نحاول نديروا واحد مباشر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، شكرا لكل المنظمين، شكرا لكل الصاهرين، شكرا لرجال الامن، شكرا للقوات المساعده، شكرا للسلطه المحليه، شكرا لكل واحد ساهم باش دازت الامور بخير وعلى خير. كان تنظيم رائع، ترفع لكم قبعات التقدير والاحترام. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. العفو.